الأساطيل الغربية في المسرح البحري المساند لغزة مذعورة. قائد ما يسمى العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر الأدميرال فاسيليس كريباريس يعترف بالفشل وعدم القدرة على إنجاز مهام حماية ملاحة كيان العدو، ويؤكد أن خطورة الهجمات اليمنية أصبحت أكثر حدة. وفي مقابلة له مع مجلة ديرشبيغل الألمانية، أشار غريباريس إلى أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في التغلب على الدفاع الجوي لسفن الاتحاد الأوروبي بأسراب من الطائرات المسيرة، واعترف أن العمليات اليمنية ألحقت أضراراً بسفينة كانت تحت حماية سفن المهمة الأوروبية. المجلة نقلت عن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي تأكيدهم أن مهمة أسبايتس والعملية الموازية التي تقودها الولايات المتحدة فشلتا في البحر الأحمر. وفي التفاصيل، ذكرت المجلة أن قائد أسبايتس أطلق نداء للمساعدة وحذر من عدم القدرة على إنجاز مهمته نتيجة انسحاب السفن الحربية من البحر الأحمر وعدم وجود ما يكفي من القطع الحربية لقلة إرسال الدول الغربية لها إلى المنطقة. وكشف ديرشبيغل أن القائد اليوناني حذر بشكل عاجل في اجتماع سري في بروكسل الأسبوع الماضي من أنه بعد انسحاب الفرقاطة الألمانية هيسن لن يكون لديه سوى 3 سفن حربية تحت تصرفه للأشهر المقبلة، في الوقت الذي يحتاج فيه لتنفيذ مهمته ل10 سفن حربية على الأقل، فيما الدعم الجوي ضروري أيضاً وفقاً للمجلة الألمانية. وفي تكذيب لكل ما يدعيه الغرب وإعلامه من تأثير على العمليات البحرية اليمنية والحد منها، شدد قائد أسبايتس على أن الخطر الناجم عن الهجمات اليمنية أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى. وأشارت المجلة إلى أنه من غير المرجح أن يتلقى قائد ما توصف بالعملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر سفناً إضافية. الاعترافات المتوالية بالفشل والهزيمة الأمريكية والأوروبية جاءت لتكلل مراحل 3 من التصعيد وسط ترقب لما ستكون عليه المرحلة 4 من الإسناد اليمني لغزة ومقاومتها. تعلن بدأ تنفيذ المرحلة 4 من التصعيد.